محاضرتنا اليوم طلاب حول البابل سورس، أو البرنامج اللي راح ناخذه اليوم هو البابل سورس. انتوا في المحاضرة النظري شرحت لكم الدكتورة إيلاف شلون تشتغل البابل سورس. في اليوم راح نشوف برنامجها شلون راح يكون. طبعا أنا عندي بداية برنامج، أو هو البرنامج يكون بهذه الصورة، وبدأت بشكل المألوف اللي تعرفوها عشان نكلود iStream وcon.h، وعندي using namespace. ثم هنا عندي انتجر وين، اكيد انتم يعني تعرفون انه في البدايه لازم نبدا في المين بودي مع البرنامج. يعني عندي هنا هاي فانكشن اسمها بابل سورت، ما راح يبدا يقراها البرنامج، راح يقرا في البدايه الانتجر مين، وهنا نفتح قوس وندخل يعني نشوف المين بودي شنو بيه. انتجر اي ان تساوي 7، هنا عندي ان هو حجم المصفوفه اللي تحول ارقام اللي اريد ارتب لها واسوي لها سورت باستخدام بابل سورت. وهنا عندي استدعاء لاسم الفاكشن اللي راح نشتغل فيه داخلها خوارزمية البابل سورت. وعندي هنا الفور هو الطباعة، طباعة المصفوفة بعد الترتيب. عندي هاي المصفوفة راح تكون المدخلة، وهنا راح يكون طباعة المصفوفة بعد ما يتم ترتيبها. فنرجع قبل ما أكيد نطبع المصفوفة بعد الترتيب لازم نروح للبابل سورت، أو اللي هنا قلنا استدعاء أو اسم الفاكشن اللي تحوي على خوارزمية بابل سورت. فمن يجي البرنامج أو الكمبايلر يغرى هنا بابل سورت أي للآن، راح ياخذ مصفوفة الأي وراح ياخذ حجم الري، حجم المصفوفة. هنا عندي 7 فياخذ 7 ويجي هنا في هذه الفاكشن. مصفوفة الأي راح تجي هنا، والانتجر هذا راح يكون انتجر ان هنا في هذه. فإذا في داخل الفاكشن راح تكون عندي هاي التسميات. أيضا هنا راح يبي تعريف جديدة اللي هو انتجر اي جي وتي. وعندي هنا مصفوفة فورين، فور الاي تكون من الصفر إلى الان ناقص واحد، وأيضا فور ثانية اسمها فور جي، فور جي تكون من الصفر إلى الان ناقص واحد. هنا ان ناقص واحد ليش؟ لأنه في عندي في الشرط في الاف راح نقول جي زائد واحد، فما راح يحتاج انه نحط الى الان، لانه احنا هنا راح اوريدي يعني الخليه الاخيره راح نشيكها لما نقول جي زائد واحد. فبيصير نحط ان، لانه لما نحطها الى الان يوصل الى هذه الخطوه راح يقول يعني مثلا نرفض كانت الان اخر يعني اخر خليه المؤشر مالتها 5، فاذا حطيناها للخمسة هنا راح أصير 5 زائد 1 أصير 6، بالتالي هو راح يقارن ويا فراق وراح يطلع لي عندي إيرور. فلازم نقول إن الـN ناقص 1. فإذا يبدأ في الشرط F الـA للـJ زائد 1 أقل من الـA للـJ، سوي لي هذا السوابينج. يعني يقرأ فور الـI ياخذ قيمة ويكمل دورة كاملة مع الجي لازم، وفي كل مرة يشيك مع الاف هل انه الاي للجي زائد واحد اقل من الاي للجي، اذا كان اقل سوي لي سوابنج والا ارجع كمل الجي، اذا خلصت الجي ارجع زود الاي بواحد. خلينا ناخذ هذا التريس. لو عندي انسة عندي هذا العداد، عداد الاي هاي قيمة من الصفر الى الان ناقص واحد، مع انه الان هي 6. بل هنا عندي الى 6، والجي ايضا الى يعني 6 خلايا من الصفر الى الخمسة سوري، فصفر 1 2 3 4 5. وجي ناخذ الارقام، ارقام عندي هنا، يعني نتصور انه هاي الخلايا هذه الارقام مالت الخليه 2 4 5. عندي هذا عداد الاي وعداد الجي، وعندي هنا الاري او الارقام اللي اريد ارتبها باستخدام البابل سورت. بالتاكيد هنا كل قيمه
من الاي راح ياخذها، راح يجي يكمل دورة كاملة مع الجي. يعني هنا لو اخذ قيمة الاي ساوت له صفر، لازم يجي يكمل كل هاي الاندكسات او هذا الارقام الى ان اذا خلص راح ينتقل الى الاي زائد واحد، يعني الى الاي الواحد. يجي ياخذ الواحد ايضا، يجي يكمل من الصفر الى الخمسة وهكذا. نمسح هذا ما نحتاجه. بس الأول اي كانت قيمتها واحد، لو الآي قيمتها صفر راح يدخل في عداد الجي، وأيضا ياخذ الجي قيمته صفر. فش راح يقارن هنا؟ يعني نأدي الآي صفر والجي صفر. نأشر هنا الجي، نغير اللون أحسن. عندي هنا الآي واحد والجي هنا صار الاي صفر والجي ايضا صفر. راح يقول له اف الاي للجي زائد واحد اقل من الاي للجي. الجي هي صفر، فهل الاي للواحد هنا صار واحد اقل من الاي للصفر؟ طبعا هنا اسماء المؤشر للخلايا هو هذا صفر واحد اثنين، يعني مؤشر الخلايا بهالصورة يكون ثلاثة اربعة، على التسهيل لكم ستة. بس أقول له إف الأي للواحد أقل من الأي للصفر، أي للواحد هو هذا، هل الأي للواحد أقل من الأي للصفر؟ يعني هل الأربعة هو أقل من الاثنين؟ لا مو أقل. مش راح اسوي، ما راح يبدل لانه ما تحقق الشرط. اي الأربعة هو مو اقل من الاي الاثنين، من يعني قيمة الأربعة هي مو اقل من الاثنين، فما راح يبدل. ايش راح يسوي؟ راح يزود الجي بواحد، تصير قيمة الجي واحد. فيقول اف الاي اللي هنا راح يصير اثنين لانه واحد زائد واحد اثنين. اف الاي الاثنين اقل من الاي الواحد، شوف اي الاثنين، هل أي الاثنين أقل من الأي للواحد؟ نعم أقل. فشو سوي؟ سوي سوابين بدل. مش راح يصير، راح يصير عندي التغيير هنا أنا. فالأرقام عندي هنا راح تصير اثنين واحد أربعة سوالي سواب بدل. ليش؟ لأنه عندنا واحد هو أقل من الأربعة فسوالي سواب. زود هسه صارت الجي قيمتها اثنين. أيضا تشيك اف الاي هنا راح تصير اثنين زائد واحد ثلاثة. اف الاي للثلاثة أقل من الاي للاثنين، شوف اي ثلاثة وين اي الثلاثة هذه، هل هي أقل من الاي للاثنين؟ لا مو أقل، فما راح يبدل، راح ينزلها نفسها، حينزل ستة ويزود العداد بواحد. وصلنا إلى جي تساوي ثلاثة، فيقول له إف الأي لي ناصر أربعة، ثلاثة زائد واحد تساوي أربعة، فهل الأي للأربعة أقل من الأي للثلاثة؟ نشوف الأي للأربعة اللي هي هذه، هل هي أقل من الأي للثلاثة؟ لا مو أقل، نزلها نفسها. إذن وهنا أنا راح أصير نزود العداد، نكمل يعني تنزيل رقم ثمانية، نكمل العداد اللي هو رقم أربعة.
فهذا الأي للأربعة، هنا أنا أي آد أربعة زائد واحد أقل من الأي للأربعة، فأي هنا معناتها خمسة. هل الأي للخمسة أقل من الأي للأربعة؟ شوف أي الخمسة وين، هاي أي الخمسة، هل هي أقل من الأي للأربعة؟ نعم أقل، فش تسوي؟ بدل لي ياهن. فش راح يصير هنا؟ أنا كأنه راح يصير عملية مسح لهذا الرقم، هو بالأحرى معنا يعني إحنا نزلنا، فراح نمسحه ونخلي في مكانه هنا ستة صير وهنا صير ثمانية. ليش؟ لأنه صار عد سواب، بدل هاي القيمة صارت هنا وهذا القيمة تجي تنسحب هنا، فسوالي تبديل لما هنا تكون أربعة. نجي إلى بعد ما كمل السوابين، كمل عداد الجي، صار الجي قيمته خمسة، فيجي يقول إف الأي للخمسة زائد واحد، يعني إف الأي للستة أقل من الأي للخمسة، أي ستة هي 18، فهل 18 أقل من طعن الثمانية أي للستة؟ لأنه نرجع نقارن هنا ويا هاي ستة، سوينا تبديل قلنا الثمانية تجي هنا تصير والستة تجي هنا في هذا المكان، فهل الأي للستة أقل من الأي للخمسة؟ مو أقل، فراح ينزل الرقم نفسه. هنا هسه كملنا أول عداد، أول دورة من الجي مع الأي اللي تساوي صفر، والأرقام هي 2 1 4 6 6 8 18. نوعا ما تبدلت الأرقام أو ترتبت، بس مو ترتيب نهائي. ليش؟ بعض الأرقام بعد ما ترتب، نشوف هنا 2 و1 بعد ما ترتب. فيجي هسه يكمل ورا ما خلص عداد الفو الجي، ورا ما انه خلصنا هاي الدورة يجي يصعد الاي ويزودها بواحد، فالاي هنا راح تصير قيمتها واحد. خلينا نبدل اللون، ناخذ الجرين مثلا، هنا الاي صارت قيمتها واحد. وايضا يدخل يكمل هنا أنا كل الجي، ففي البداية يجي ياخذ الجي تساوي صفر، فيشيك انه عند هنا الاي صارت واحد والجي تساوي لي صفر، وايضا يعيد عملية التشيك. فاف الاي لي هنا صفر زائد واحد، اف الاي لي الواحد اقل من الاي لي الصفر، طبعا الاي لي الواحد هنا عد ناخذ على هاي المصفة نقارن، هاي قيمتها صفر وهاي قيمتها واحد، او المؤشر الها صفر وهاي المؤشر الها واحد. فهسا اف الاي لي الواحد اقل من الاي للصفر، عندي هاي الأي للواحد وهاي الأي للصفر، فهذا الواحد أقل من الأي صفر؟ إيه نعم أقل، فش سوي؟ سوي لي تبديل، سوي لي سواب، أجي بدل لي هاي الأرقام. راح أصير هنا عندي واحد وهنا أنا عندي اثنين. بعد ما كمل أصعد لي عداد الجي زود ليها بواحد، عداد الجي صارت قيمتها واحد. هسا اف الاي لي واحد زائد واحد اقل من الاي لي الواحد، هل الاي للاثنين اقل من الاي للواحد؟ اي للاثنين هو هذا اربعة، هل الاربعة اقل من الاثنين؟ لا مو اقل، فما يسوي سواب تبقى نفسها كأنه هيك تنزل. ايضا يزود العداد بواحد، صارت عد الاي هنا أنا. هاي خلصناها، صارت عندي قيمة الجي اثنين، فيشيك اف الاي لي هنا تصير ثلاثة، اف الاي للثلاثة اقل من الاي للاثنين، شوف اي ثلاثة وين، هنا صفر واحد اثنين ثلاثة، هل الاي للثلاثة اقل من الاي للاثنين؟ لا مو اقل، فنزلها نفسها وارجع زود العداد بواحد. سويلي اياها ثلاثة، فصير اف الاي هنا راح اصير اربعة اقل من الاي للثلاثة. نجي نشوف الاي اربعة منه، صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة، هل الاي للاربعة اقل من الاي للثلاثة؟ لا مو اقل، فتقريبا انزلها نفسها.
وأيضا يزود العداد، هنا راح تصير 4، فصير اف الأيدي الخمسة أقل من الأيدي الأربعة، أيدي الخمسة اللي هي 8، هل هي أقل من الستة؟ لا مو أقل، فتنزل 8، وأكيد 18 هو مو أقل من 8، فأيضا ينزل، طبعا بعد ما يسوي العداد رقم يعني قيمته 5. هنا هسه خلصنا انه الجي تساوي، يعني خلصنا اول ثاني دورة من الجي، بعد ما اكملها يجي يصعد للاي ويزودها بواحد. يزودها بواحد يصير 2، وايضا يدخل يكمل دورة كاملة مع الجي. طبعا هذا يعني هذا تحتبقى هذا اللوب الى انه الاي تساوي لـ5. على الرغم من انه الارقام مثل ما تلاحظون ترتبت، بس الخوارزمية او الفورات تظل تشتغل الى ان يكمل واصل الى الخمس اي تساوي لـ5. يعني تلاحظون الساعة عندي 1 2 4 6 6 8 18، الارقام صحيحة ومترتبة، بس راح يظل يتشيك مع يعني راح يظل يعيد نفس الدورات نفس التشيك كل مرة الى ان يوصل الى الاي تساوي لـ5. يجي يزود السعر، راح يقول لي الاي تساوي لـ2، راح يبدي جاي من جديد، جاي يساوي 0، ويشيك اف الاي للواحد اقل من الاي للصفر، يلاحظ انه اي للواحد هذه هي مو اقل من الاي للصفر، فما يسوي سواب، ويزود الاي جاي تساوي لـ1، وهكذا يبدي يقارن كل رقم مع يعني مع الرقم السابق الى ان تنتهي، يعني تنتهي هذه الفورات. خلينا ننفذ البرنامج هسه. عندي هذا البرنامج، لو أطيرن راح تلاحظون انه الارقام ترتبت عدي بهذه الصورة.